شوية منافقين بيسقفوا لمنافقين شبههم. التكريم المفروض يكون لمين؟ مين هم ناجحين في أي مجتمع؟ إيه قيمتك وإنت أصلاً فاضي وجواك أي كلام؟ انبسطوا يومينكم. أما الحقيقيين فدول الصابرين. مهمة النهاردة لتكريم إحدى الصابرين على الأرض، والكشف واحد من كتير مزيفين. ده دورنا نكبر الصورة وندقق في تفاصيلها للوصول للحقيقة، لأن وسط الزحمة والفرق اليومي في قضايا بتتنسي، بيغطيها التراب، تدوسها الرجلين، ملفات كتير فوق بعض. وسط غابة القصص وجبل الملفات والقضايا لقيناها وحيدة جريدة كانت ضمن السبق، كان ليها رأي، هيبة، كلمة الكل يسمعها ويعملها ألف حساب. بس هي دلوقتي فين؟ هي دلوقتي بتنام في الشارع. اتلم عليها تعابين المجاري، فران الليل، قضيتها، ملفها موجود وسط جبل الملفات وقضايا المحاكم اللي مليانة شر وقبح ووجع وظلم. وسط كل الزحمة دي هنقرأ لكم ايه اتعمل فيها، ايه اول جريمة حصلت ليها. تخيلوا ايه اقذر حاجة ممكن تحصل لواحدة ست في جسمها؟ شوية صمت. النهاردة صوت الحق مش واطي. وما ثبت في تقرير المستشفى، شهدت المجني عليها رقية كدمة بأعلى الظهر، حروق بمنطقة الفخذين والعانة، سحاجات بالكوع الأيمن، كدمة بالعين اليمنى، كيميائي بأعلى منطقة الفخذين، وتم عمل اللازم. مستشفى الشفاء، حضرت المريضة ووجد أنها تعاني من حرق من الدرجة الأولى والثانية بمنطقة الإليتين، وتحتاج إلى غيار يومي وعلاج طبي. أنه بتاريخ 4 سبتمبر من عام 2008، وهو أحد أيام شهر رمضان. في واحد من أيام رمضان تتكوي بمية النار والكلور والجاز مع بعض. فين؟ في وسط الشارع. مين اللي يقدر يعمل كده؟ والأهم، مين دي اللي استحملت هذا الكم من الألم؟ راقية كامل محمد عوض الله.